بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقرأ مع حضراتكم بعض الآيات الكريمة من سورة الأعراف، وفيها يقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. صدق الله العظيم. لا نزال في عرض القرآن الكريم لقصة سيدنا موسى عليه السلام مع قومه بني إسرائيل. كان سيدنا موسى عليه السلام وعد قومه بني إسرائيل وهم في مصر أنه إذا نجاهم الله من فرعون وملئه وأهلك هذا العدو ونجوا، فإنه سيأتيهم بكتاب من عند الله هو التوراة. وحقا بعد أن وصلوا إلى سيناء بعد عبور البحر وعده الله سبحانه وتعالى، أجرى مواعدة: وعدنا موسى 30 ليلة. الله سبحانه وتعالى ليلتقي مع موسى عليه السلام طلب منه أن يتطهر بالصيام، أن يصوم قبل اللقاء 30 ليلة، يقصد يوما، لكن العرب عادة ما يعبرون عن اليوم بالليلة، لأن الليلة عندهم هو الأساس، وقد ذكرنا ذلك قبل هذا. ذكرنا أنهم يعبرون بالليالي ويريدون الأيام أيضا، والقرآن نفسه يعبر بالليالي ويريد الأيام، والفجر وليال عشر. فهو لا يقصد الليالي فحسب، وإنما يقصد اليوم. فالعشر ذي الحجة العبادة فيها عظيمة، ومن هذه العبادة الصيام، فالصيام لا يكون ليلا وإنما يكون نهارا. وواعدنا موسى 30 ليلة. كلمة واعد فعل على وزن فاعل، والفعل الذي على وزن فاعل يحتاج إلى طرفين. إذا قلت مثلا: شارك محمد عليا، فمعناها اشترك الاثنان، فالمفاعلة تأتي عادة بين اثنين. وهنا واعد الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام، فمعناها أنه أجرى اتفاقا بينه سبحانه وبين موسى أن يلقاه بعد 30 ليلة في مكان يحدده عند الطور. تقول المواعدة في الدنيا قد تكون بين شخصين، فأنا قد أواعدك على اللقاء يوم كذا في الأزهر،
فنتفق نقول سنأتي إن شاء الله يوم كذا، وتقول أنت نعم وأنا سأتي إن شاء الله، يبقى قابلت الموعد. ويمكن ألا تقبل الموعد فتقول والله أنا سأكون مشغولا في هذا اليوم، سأكون مشغولا. أقول لك طيب نؤجل اللقاء إلى يوم آخر، إلى يوم آخر حتى نلتقي معا. فالمواعدة بين المخلوقين تكون عادة بين اثنين، بين اثنين ويتفقان. هل هذا يجري بين الرسول موسى عليه السلام وبين الله، أو أن الوعد من الله وموسى ينفذ الوعد؟ يعني ضرب الله له موعدا بعد 30 يوما وعلى موسى أن يقبل. على كل حال يعد قبول موسى يعد كأنه مواعدة، إجابة للمواعدة، إجابة. ويمكن أن تكون المفاعلة كواعدة من جانب واحد. وقد ذكرنا لحضراتكم أمثلة في بعض الدروس السابقة، مثل عاقب القاضي اللص، عاقب على وزن فاعل. هل اللص له دخل في العقوبة؟ لا، هو ينفذ عقوبة القاضي الحكم. إذن المفاعلة هنا من جانب واحد. كذلك تقول وأقول أنا عافاني الله من المرض، عافاني الله على وزن فاعل، لكن الذي يعافي هو الله وأنا لا دخل لي في ذلك. إذن المفاعلة قد تكون من جانب واحد، لكن كونها من جانبين أكثر، أكثر من جانبين. على كل حال الله سبحانه وتعالى لطيف وحليم، ويعني يمكن أن يعامل عبده معاملة طيبة جدا إذا كان صالحا، كما ورد في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا في الحديث على هيئة ما يحدث بين الناس. لو أن صديقا يقابلك ويريد أن يسلم عليك، فأنت تسعى إليه وهو يسعى إليك، وتلتقيان في منتصف الطريق، تقول أهلا وسهلا. كذلك الله تعالى يقول هكذا: لو أن العبد أطاعني، أطاعني أنا أجيبه، أطاعني أكثر أجيبه أكثر، أطاعني أكثر آتيه. ومثل هذا كما يجري بين المخلوقين. فسبحان الله، إذن واعد الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام، ضرب له موعدا بعد 30 يوما، ويلتقي في مكان معين ويكلمه الله ويوحي إليه بالتوراة، لكن طلب منه أن يصوم قبل اللقاء، أن يصوم 30 يوما، ثم بعد ذلك زاد 10. الشهر 30 يوما هي ذو القعدة، شهر ذي القعدة. وطلب الحق سبحانه من موسى زيادة 10 أيام أخرى، يسميها 10 ليال، وأتممناها ب10، فب10 لا تجد فيها التاء، فمعنى ذلك أنها 10 ليال، 10 ليال، لأن كلمة 10 إذا كانت مفردة واستخدمت للمذكر تؤنث، وإذا استخدمت للمؤنث تذكر، فتقول 10 رجال، 10 رجال، 10 نسوة،
من غير التاء. فهنا قال وأتممنا بعشر من غير التاء، إذن عشر ليال أخرى بعد الليالي الثلاثين طلب منه عشر ليال أخرى، عشر ذي الحجة. صام ذا القعدة وصام عشرا من ذي الحجة، ونحن عبرنا بالليالي أيضا كما عبر الحق سبحانه وتعالى، ولكن الصوم لا يكون ليلا وإنما يكون نهارا. لماذا زاد العشرة الأخرى؟ لماذا زادها؟ الواقع أن الله أعلم، لكن هناك روايات لا ندري مدى صحتها يذكرها الشيخ، يقول لك إن موسى عليه السلام بعد 30 يوما أحس بخلوف فمه وأن الرائحة غير طيبة للصيام فتسوك، فلم يعلم أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا إنه عندما تسوك ضاعت ريح المسك، ضاعت، فطلب منه أن يعيد ريح المسك مرة أخرى بعشر ليال أخرى. وهذا كلام لا ندري مدى صحته. المهم أن الحق سبحانه طلب منه أن يزيد عشرا، فأصبحت 40، تم ميقات ربه 40 ليلة. 40 بالنصب يعني حال، يعني طب حال كون العدد قد وصل 40. وقد جمع في سورة البقرة إنما ذكر الحق سبحانه المواعدة في سورة البقرة لم يأتي بها مفصلة 30 وعشرا، وإنما جمعها. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. إذن ذكرها 40، وفي سورة الأعراف فصلها، طلب منه أولا 30 وبعد ذلك زيدت 10. الله أعلم لما زيدت، هذا هو الحق. وأما الروايات التي تقال فهي لا ندري مدى صحتها، لأن السند لابد عند اعتماد رواية أن يكون السند صحيحا مرويا عن الثقات. أما مجرد خبر يقال ويعتمده المتحدث فهذا لا يجوز. ولذلك على المنابر يجب ألا تذكر الروايات أو القصص إلا إذا كانت معتمدة، ولكن ما ورد منصوصا عليه في القرآن أو في السنة الصحيحة يسلم به. كانت المواعدة 30 ثم زيلت 10، انتهى الأمر هكذا، ولا ندري لما زيلت، الله أعلم بهذا. إذن طلب الله سبحانه وتعالى من نبيه موسى عليه السلام قبل أن يلقاه في الطور أن يصوم 40 يوما، ويعبر عنها بالليالي. نعم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ميقات، كلمة ميقات معناها الوقت، الزمن الذي حدده الله سبحانه وتعالى، حدد ميقاتا، حدد زمنا 30 ثم زيلت 10، 40 ليلة. موسى عليه السلام لكي يلقى ربه عز وجل ويكلمه عند الطور بالوادي المقدس طوى، طلب من أخيه هارون أن يخلفه في قومه، قال له أنت نائب عني. وهو قد طلب من الحق سبحانه أن يشد أزره بأخيه، وأشد أزره بأخيه وأعطى أخاه النبوة،
لكن هارون تابع لموسى عليه السلام، فصاحب الرسالة الأصلية هو موسى عليه السلام، وهارون وزير، وزير يعني يقوم ببعض الأمور التي يكلفه بها سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى قال له: أنت بالنيابة عني، أنت تخلفني، أنا سأغيب وسأذهب إلى الطور لألقى الله سبحانه وتعالى وليكلمني، وأنت تكون في القوم. وأوصاه، أعطاه التعليمات، قال له: أصلح، أصلح يعني افعل ما يصلح، ولا تتبع سبيل المفسدين. أصلح يعني انظر ما ينفع القوم فافعله، وإذا جاءك بعض المفسدين وحاولوا أن يغيروا الإصلاح ارفض، لا تطع مفسدا. وهذا معناه أن في بني إسرائيل بعض المفسدين، بعض المفسدين، فقالوا: إذا جاءك واحد منهم يفسد، يفسد فلا تتبعه، فلا تتبعه. وقال لأخيه هارون: اخلفني في قومي. لأخيه هارون، هارون ممنوع من الصرف، هو يعتبر هنا عطف بيان على الأخ. الأخ من؟ من الأخ؟ الأخ هارون، هارون، فهارون عطف بيان من أخيه، أخيه مجرور، إذن هارون تكون مجرورة أيضا، لكن بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف، أعجمي ليس عربيا. هناك قراءة: وقال لأخيه هارون اخلفني في قومي بالضم. فقال الشيخ إنه في هذه الحال يكون منادى، قاله: يا هارون اخلفني في قومي. قال لأخيه: يا هارون، وحذف حرف النداء، حرف النداء محذوف. يجوز أنت عندما تنادي على واحد تقول محمد، فأنت أصلا تقوله يا محمد، يا محمد، فحذفت يا. فإذا جاءت القراءة بالضم هارون يكون منادى، منادى بحرف نداء محذوف. نعم، يا هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. نعم، إذن هذه وصية موسى لأخيه وسيذهب للقاء ربه. ماذا قال القرآن عن ذلك؟ قال الله تعالى بعد ذلك: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. إذن هنا حالة عجيبة حدثت حينما وصل موسى إلى الميقات في الموعد المحدد، وذهب إلى المكان الذي ضربه الله سبحانه وتعالى له. فماذا حدث؟ ولما جاء موسى لميقاتنا، الميقات الوقت، يعني مطابقا بعد مدة الأربعين، بعد الأربعين يوما انتهت وجاء موسى في الزمن المحدد، وكلمه ربه. هذا كلام قرآني، إذن موسى كليم الله. طب كيف كلمه؟ هل كلمه كلاما عاديا بحروف،
بحروف وكلمات صحيح هي مترجمة في القرآن، مترجمة في القرآن. قال له إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إلى آخره، وأنزل عليه التوراة. هل حينما كلمه كلمه بحروف وكلمات؟ هي نفس الحروف والكلمات التي نتكلم بها في العربية، أو كلمه بكلامه النفسي القديم؟ لأن كلام الألوهية يختلف عن كلام البشر. عندنا رأيان، رأي المعتزلة من العلماء يقولون بحروف، كلمه بحروف وكلمات، وكان يسمع الكلام من الشجرة ومن جميع الأماكن، يسمعه من كل جانب من الجوانب، لأن الله تعالى لا يحده مكان ولا زمان. فقالت المعتزلة الكلام مع موسى كان بحروف وكلمات، وكان معه 70 من قومه، اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، أخذ معه 70 من كبار القوم أخذهم معه. فيقول الشيخ الزمخشري لأنه من المعتزلة، يقول طبعا كلمه بحروف وبكلمات وكان القوم يسمعون، القوم نفسهم يسمعون. أهل السنة وهم طائفة العلماء المقربون، الطائفة المقربة والتي على علم جم أكثر من المعتزلة، قالوا لا، هو كلمه بكلامه النفسي، وكلامه النفسي هو الكلام القديم، الكلام القديم سمعه موسى فحسب، وهيأه الله تعالى للسماع، للسماع وفهم، وفهم المراد، لكن القوم لم يسمعوا شيئا ولا يعرفون شيئا. وإلا فلو كان هكذا، يقول أهل السنة إذا كانت المسألة أنه كلمه بحروف، فمعنى ذلك أن الله تعالى يمكن أن يكلم أي واحد بحروف، يكلمه بحروف، يعني لا تكون معجزة لموسى ولا تكون خصوصية لموسى، تكون المسألة مفتوحة، يستطيع الله تعالى أن يكلم، يمكن أن يكلم أي واحد ويفهم بالكلام العادي. لكن الذي يسمع كلام الله لا بد أن يهيأ، ولذلك هيأه بصوم 40 يوما أساسا، ثم هيأ الأجهزة التي عنده لسماع الكلام النفسي القديم. وهذا غير معروف لنا، غير معروف لنا، ليس بحروف ولا بأصوات مثل أصواتنا ولا مثل حروفنا، لأن الله تعالى ليس مشابها للحوادث، ليس مشابها، ليس كمثله شيء. فأهل السنة يقولون أسمعه كلامه القديم بطريقة هو يعلمها سبحانه وتعالى، وأما القوم فلم يسمعوا شيئا ولا يعرفون شيئا عن هذا. أما المعتزلة فقالوا لا، بحروف وبكلمات وكذا. على كل حال رأي أهل السنة أسلم، أسلم، لنقول الله أعلم كيف كلمه. القرآن يقول كلمه ولا يذكر نوع الكلام ولا طريقة الكلام، إلا أننا نفهم أنه الكلام الإلهي، والكلام الإلهي لا بد أن يختلف عن كلام البشر. كيف؟ الكيف غير معلوم، الكيف غير معلوم، والسؤال عنه بدعة كما يقول الإمام مالك. لا تسأل، لا تسأل، لأن مسألة الألوهية تختلف تماما عن مسألة المخلوقات. المخلوقات لهم طريقتهم الخاصة،
ويحتاجون إلى الحروف. أنا محتاج إلى حروف أنطق بها، وأنا محتاج إلى تعلم العربية لأنطق بها، محتاج. والله تعالى لا يحتاج إلى عباده ولا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج لا إلى حروف ولا إلى كلمات ولا إلى كذا. أما كلامه فهو كلامه القديم الذي يعلمه هو، وعقلنا لا يمكن أن يتصور ذلك، لأن العقل قاصر، قاصر عن الوصول إلى أشياء كثيرة. وذكرت لحضراتكم أن العقول حتى الآن لا تستطيع الوصول إلى بعض أجزاء الجسم كيف تعمل. الأذن، كيف تعمل الأذن الآن؟ والعلماء على درجة كبيرة الآن من العلم، العلم متقدم إلى درجة كبيرة، كل ما اكتشفوا تشريح الأذن وجدوا فيها خلف الطبلة التي هي غشاء رقيق، خلف هذه الطبلة وجدوا ثلاث عظيمات. عندما أتحدث أنا إليكم العظيمات الموجودة يضرب بعضها في بعض في الأذن، فهذه العظيمات حينما تتحرك تحرك سائلا موجودا داخل الأذن، سائل في أنبوب، أنبوب على شكل قوقعة يعني مستدير نصف دائرة ومليء بسائل، قل الزيت مثلا، وهذا السائل مغموس فيه ألياف، فتحرك حينما تصطدم العظيمات الثلاث بعضها في بعض تحرك السائل، السائل يهز الألياف، الألياف تهتز. هذا كل ما اكتشفه العلماء، يعني حركات ميكانيكية وليست أصواتا، ليس فيها معنى السماع، ده عبارة عن عظيمات يضرب بعضها في بعض والسائل يهتز والألياف تتحرك فقط. طيب كيف يسمع السامع الأصوات؟ كيف يحولها ويترجمها إلى أصوات؟ قالوا تذهب إلى المخ فتترجم. طب كيف؟ لا يعرفون، كل ما يعرفون التشريح، ما شرح عظيمات ويضرب بعضها في بعض وسائل يهتز وألياف تتحرك. طيب كيف يسمع؟ كيف تترجم هذه الحركات إلى أصوات مدركة؟ إلى أصوات لا يعرفون حتى الآن. فإذا كان الإنسان عاجزا عن أن يعرف شيئا في جسده كيف يطلب معرفة الإله؟ أمر خطير، أمر كبير. إذن كأن معرفة الإله أمر يبعد عن العقل، العقل لا يستطيع أن يتصور، والعقول عاجزة عن تصور مخلوقاته، فكيف أنها تريد التعرف على ذاته؟ أمر صعب. إذن نحن مع أهل السنة نسلم بأنه كلم موسى عليه السلام بكلامه القديم. كيف؟ الكيف مجهول، الكلام معلوم، والكيف غير معقول، العقل لا يذهب، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الإيمان به واجب، كلم موسى بالتأكيد، كلم موسى نؤمن بهذا، لكن الكيفية العقل لا يتصورها، لا يتصور. هذه عبارة الإمام مالك عن الاستواء، الرحمن على العرش استوى، عندنا استوى جلس، أنا أستوي على هذا الكرسي يعني أنا أجلس. طب بالنسبة للحق سبحانه، الرحمن على العرش استوى جلس، قال جلس جلوسا لا نعرفه طبيعته ولا كلها، لا غير متصور. فقال الإمام مالك الاستواء معلوم، الاستواء ذكر في القرآن، الرحمن على العرش استوى، خلاص نؤمن به، الاستواء معلوم، والكيف يعني كيفية الجلوس. أو لو قلت إنه يجلس كذا يكون شبيها بالحوادث،
والإله لا يشبه الحوادث، الإله لا يحتاج إلى مكان، أنا محتاج إلى هذا الكرسي، لأنه لو لم يوجد هذا الكرسي لجلست على الأرض، على الأرض، إذن لن أستطيع الكلام معكم، إذن لابد من هذا الكرسي، أنا محتاج إليه، محتاج إلى الكرسي، محتاج إلى هذه المنضدة لترفع الكتاب إلى هذا الوضع، محتاج، المخلوق محتاج، لكن الإله لا يحتاج، لا يحتاج، وهو يطعم ولا يطعم، يعني هو يطعمنا ولكن هو لا يحتاج إلى طعام، لا يحتاج إلى طعام، هو يقول عن نفسه هكذا. إذن كأن الإله لا يقاس بالبشر، الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم، نعم نؤمن بأنه استوى على العرش، طيب والكيف؟ قال لا نعلمه، الكيف غير معقول، العقل لا يتصوره، طيب والإيمان به؟ الإيمان به واجب، واجب أن تؤمن بأن الرحمن على العرش استوى، تؤمن. السؤال كيف يجلس؟ البدعة، لا يصح، لا يصح. إذن كأن كلام أهل السنة أسلم، أسلم للإنسان حينما نقول الله أعلم، هو كلمه، كلمه بكلامه القديم، كيف وصل إليه نحن لا نعلم. مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما عرج به إلى السماوات العلى، طب كيف عبر محمد صلى الله عليه وسلم الجو من الأرض إلى السماوات؟ السماوات بينها وبين الأرض مسافة لا تقطع في أقل من 5.5 مليار سنة، 5.5 مليار سنة ضوئية، طب يعبرها محمد صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين الغلاف الجوي، الغلاف الجوي على حوالي مثلا 300,000 كيلو، يعني حاجة صغيرة، بعد الغلاف الجوي لا يوجد أكسجين، ولذلك رواد الفضاء يحملون معهم أنابيب مليئة بالأكسجين وإلا يموتون، يموتون. كيف عبر محمد صلى الله عليه وسلم مسافة ليس فيها أكسجين؟ وكيف عبر ملايين السنين، مليارات السنين، مليارات، مساحة لا تقطع في مليارات، قطعها في ثوان، في ثوان، لا طبعا ده حاجة تانية. وهو قبل ذلك أعد للرحلة، أعد للرحلة، جاءه جبريل ومعه آخر وشق صدره وحشياه حكمة وإيمانا، اتغير، غير، غير تماما، ثم صعد. طب وكيف رأى ربه؟ الله أعلم، لا ندري، لا ندري. هو قيل له هل رأيت ربك؟ قال نعم، نور أنا أراه، طب نور أنا أراه، رآه بعيني قلبه وبعيني بصره، ما زاغ البصر وما طغى، إعجاز، إعجاز إلهي كبير. إذن الذي يعني يصل إلى هذا الحد يكون له إعجاز معين، وربنا سبحانه وتعالى يعطيه قوة وقدرة معينة لا يعطيها لغيره، فما أعطي لسيدنا محمد لم يعطى لغيره، لم يعطى لغيره، لم يسر بأحد، لم يسر الله سبحانه وتعالى بأي شخص آخر ولا بأي نبي ولا بأي ملك إلى ما بعد العرش، إلى يعني الأنبياء كانوا ينتظرونه، بعضهم كان ينتظر في السماوات إلى السابعة، بعد السابعة وقف الكل يقولون كما قال جبريل عليه السلام أنا مكاني إلى هنا، مقامي إلى هنا، لو تقدمت احترقت. وقال لسيدنا محمد وأنت لو تقدمت اخترقت، خلاص مسموح له، مسموح. حتى جبريل لا يتعدى، قل هذا مكاني، أنا إلى هنا لا أجاوز المكان، الكل لا يجاوز هذا، وسيدنا محمد صاعد إلى لقاء الحق سبحانه. كيف لقيه؟ الله أعلم، الله أعلم، طبعا أرى. إذن هو نفسه قال كعبارة غامضة، نور أنا أرى.
فبناء عليه فنحن نؤمن بكلام الله تعالى لموسى عليه السلام. كلمه كيف كلمه؟ الله أعلم بالكيف، الكيف لا ندري كيف يكون. نعم. أما المعتزلة ومنهم الشيخ الزمخشري فقالوا كلمه بحروف وبكلمات، والله أعلم بمراده. طيب، وكلمه، قال حدثت قصة عجيبة. وكلمه ربه، قال رب أرني أنظر إليك. موسى يعني عنده نوع من الدلال مع الله سبحانه وتعالى، والدلال معروف، حتى لما داعبه وقال وما تلك بيمينك يا موسى، قال يا عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. كان يكفي أن موسى يقول يا عصايا، لكن طبعا أراد أن يطيل في الحوار وفي الحديث، أتوكأ عليها أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، ألقها فحصل كذا وكذا وكذا. إذن هو له دلال معين، فمن بين هذا الدلال وهو يتصور أن رؤية الله جائزة، فقال طيب يا رب أنا أريد أن أنظر إليك وأنت تكلمني، أرني أنظر إليك. عندك هنا فعلان، أرني من الفعل رأى، ورأى، وأنظر من الفعل نظر، نظر بالبصر. طب وأرى، قال والله الشيخ الزمخشري اجتهد فقال أرني يعني مكنني من رؤيتك، مكنني، أرني نفسك. يبقى أرني الفعل هنا متعدي نصب ياء المتكلم، أري فعل أمر من رأى، أري يا الله الفاعل الله، والنون للوقاية، الياء مفعول، الياء لموسى، أرني. أنظر هذا جواب الطلب، أري طلب، الجواب أنظر، فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب، أرني أنظر. هذا يقول مثلا، أقول لك مثلا احضر إلي أعطك هدية، يوم يجزم الفعل المضارع في جواب الطلب جزما جائزا وليس واجبا. ما معنى أرني يا شيخ؟ قال يعني مكنني من نفسك. أرني الياء هي المفعول الأول، وهناك مفعول ثاني محذوف، أرني نفسك يعني مكنني من رؤيتك، وحين تمكنني أنظر إليك. تمام ماشي، أرني أنظر إليك. فبما أجابه الحق سبحانه؟ هل قال له نعم ستراني؟ قال لن تراني، لن تراني، لن أداة نفي، وهناك أداة أخرى اسمها لا في غير القرآن، لا تراني، لكن القرآن لم يقل هذا، القرآن قال لن تراني. الشيخ الزمخشري لهم كمعتزلة لهم اعتقاد معين في رؤية الله، اعتقادهم أن الله تعالى لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، أن الرؤية رؤية الإله مستحيلة في رأي المعتزلة، مستحيلة. وعلى ذلك الشيخ الزمخشري سيجري على هذا وهو يفسر، وهو يفسر القرآن، يفسره برأي المعتزلة، برأي المعتزلة. فقال لن تراني، لن هذه في رأي الشيخ الزمخشري تفيد النفي المؤكد. طيب النفي المؤكد سليم، قال لا تفيد التأبيد، التأبيد،
يعني لن يعني على الأبد مطلقا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فقال إن لن هنا تفيد التأبيد. نقول لكن لن في اللغة العربية لا تفيد التأبيد، لا تفيد. في القرآن في آيات أخرى لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. لو كانت تفيد التأبيد لم يذكر أبدا، لن تخرجوا معي أبدا. فكلمة أبدا حين ذكرت يبقى لن لا تفيد التأبيد، يبقى لن يا شيخ زمخشري لا تفيد التأبيد. يبقى قولك إن لن تفيد التأبيد يتناقض مع آيات في القرآن، في القرآن ورد فيها لن ومعها أبدا. فلو كانت تفيد التأبيد ما ذكر أبدا، ذكر أبدا يعد عبثا، يعد عبث. لو كان كما تقول أن لن تفيد التأبيد لا يذكر أبدا، فإذا ذكر أبدا يقول في رأيك عابثا، وهذا حاشا لله أن يفعل ذلك، أن يفعل. إذا لن لا تفيد التأبيد، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لن لا تفيد التأبيد، هم سيعبدون العجل حتى يحضر موسى، فإذا حضر موسى تركوا عبادة العجل. إذا كأني لن لا تفيد تأبيدا، لا تفيد تأبيدا. فاعتقادك يا مولانا إنها تفيد التأبيد اعتقاد خاص بالمعتزلة، بالمعتزلة. فهو قال لن تراني، لن تراني في رأيه للتأبيد، يعني هو لا الله تعالى لا يرى، لا يرى. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فقال الشيخ الزمخشري هو علق الرؤية على استقرار الجبل. الجبل ماذا حدث؟ لما تجلى ربه للجبل جعله دكا، دكا. الدك معناه الدق، تأتي بشيء وتكسره إلى أن يصير ذرات رمادا. الجبل نزل تحت الأرض كله، دك دكا، تفتت وصار كثيبا مهيلا، ولم يصبح هناك جبل، جبل انتهى. لما تجلى ربه للجبل، فننظر إلى كلام الشيخ الزمخشري، لما تجلى ربه للجبل يقول يعني لما ظهرت عظمته. لا طبعا، تجلى يعني تجلي حقيقي، يعني ظهر شيء من نوره، من أنوار الله، الله نور السماوات والأرض. ظهرت لمحة خفيفة وصغيرة جدا، الجبل تفتت ودك. الشيخ لا يريد أن يقول شيء من التجلي، لا، يريد أن يقول أنه يعني شيء من القدرة والعظمة، ففتت الجبل. أيوة، من غير يعني لم يحدث تجلي، لم يحدث في رأيه هذا التجلي. نعم، لما تجلى ربه للجبل جعله دكا، كما قلت لحضراتكم، الدك كالدق، تدكه يعني تدقه وتفتته ثم تجعله ينزل تحت الأرض، وهذا ما حدث. ثم عاد مرة أخرى بعد أن ذهب التجلي، عاد الجبل وطلع الجبل من مكانه وعاد سليما ملتئما. من الذي أعاده؟ الله سبحانه وتعالى. الشيخ الزمخشري يرى أنه لما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يقول علق الرؤية على أمر مستحيل، وهو ثبات الجبل. الجبل لا يثبت أبدا، علق الرؤيا على مستحيل. نقول له ابدا، هو ليس مستحيلا، يعني يمكن ان يستقر الجبل لو ان الله تعالى هيئه بطريقه خاصه يثبت الجبل، كما صعد محمد صلى الله عليه وسلم من غير هواء ومن غير كذا ومن غير كذا. اذا ما يهيئه، لو هيئه لفعل،
إذا قولك إن الثبات ثبات الجبل أمر مستحيل، لا هذا كلام لا يقبل، لا يقبل في رأي أهل السنة. هو علق على ثبات الجبل، والجبل يجوز أن يثبت ويجوز أن لا يثبت، لم يثبت، لم يثبت، ولو أراد الله له أن يثبت لثبت، لا ثبت. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فموسى سقط، خر سقط على الأرض. الصعق، الصعق يعني الأصل من الصاعقة، من الصاعقة، والصاعقة هذه نار، والعياذ بالله تعالى تكون في بعض السحب تحدث صواعق، صواعق نتيجة لقاء سحابة سالبة وسحابة موجبة كما يقول أهل الجغرافيا، ويحدث تفريغ فتأتي شرارة كهربية وينشأ صاعقة وبرق ورعد، وهذا ما يحدث. ولذلك توضع فوق العمارات العالية توضع مانعات الصواعق، مانعات الصواعق، لأنه لو نزلت والعياذ بالله نار من بعض السحب يمكن أن تحرق العمارة بكل من فيها. فلما توضع هذه المانعة تمتص درجة الحرارة، حرارة النار. إذن الصاعقة هذه هي أصل النار، ومع ذلك فيقصد بها صاعقة الموت. صاعق يعني كاد يموت موسى عليه السلام، خر مغشيا عليه، مغشيا عليه، وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أفاق قال سبحانك يعني أنت منزه عن الرؤية في الدنيا كما يقول أهل السنة. المؤمنون لا يرون الله تعالى في الدنيا لكن يرونه في الآخرة، موجود الحديث، وهو حاول أن يلوي عنق الحديث، وهذا مما يخيفون من الذين يفتون بغير علم ويؤولون القرآن تأويلات لا تصح، لا تصح. فإنكم لترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، حديث، ترون بالرؤية يعني بالعين، كما ترون القمر ليلة البدر، شيء واضح غاية الوضوح. هو يقول لك لا ده يعني إنكم لترون يعني لتعرفون ربكم، لتعرفون، ستعرفون ربكم معرفة حقيقية. هذا كلام مخالف للغة ومخالف للشريعة، لكنه يريد أن يلوي عنق الحديث ليجعله خاضعا لرأي المعتزلة. نقول له لا، لا، الرؤية حقيقية كالقمر، كالقمر ليلة التمام، ليلة التمام، لا شيء في هذا. يوم القيامة سنرى جميعا إن شاء الله ربنا، ربنا عيانا بيانا. كيف نراه؟ سنكون مهيئين، لأن الأجسام ستختلف، لن تكون الأجسام هي هذه، وإنما أجسام أخرى نورانية. أنت ترى آدم وهو في الجنة، انظر إلى تحذير الله تعالى، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. اللباس هنا لباس النور، لباس نور في الجنة. فطبعا لما أكل من الشجرة رفع اللباس وأصبح بشرا ينزل، لا يليق به إلا أن ينزل الأرض، لأنه ليس الآن من أهل الجنة، ليس من أهل الجنة. إذن أهل الجنة سيكونون على هيئة أخرى وعلى أجسام أخرى، والجميع سيكون على سن واحدة كما قالوا في حدود 30 أو 33 سنة، ولا يشيب ولا يكبر. إذن نحن نشيب، نشيب، نولد أطفالا ثم نكبر شبابا ثم بعد ذلك نصير شيوخا ثم الموت، ثم الموت. جسم غير معرض للفناء، إنما الجسم الذي في الجنة ليس معرضا للفناء،
ليس معرضا، إذن هو جسم آخر، فستكون العيون عيونا أخرى ليست هذه العيون. شوف أنت حينما تنظر إلى شيء هكذا وتراه بعينك، لو أن شيئا بعيدا لا ترى، يؤتى لك بنظارة معينة تلبسها فترى البعيد قريبا. إذن هذا من فعل البشر، فما بالك بقدرة الله سبحانه وتعالى. إذن الأجسام ستكون غير الأجسام، والطريقة غير الطريقة، ونرى الله، نرى الله القديم، نرى الله تعالى الذي هو لا يحد مكان ولا يحد زمان. طب ما هو معكم، ربنا قال وهو معكم أينما كنتم. طب معنا إزاي؟ كيف يكون معنا؟ هو معنا الآن، معنا الآن، كيف يكون؟ عيوننا لا ترى. قال هو معكم لا يحجبه مكان ولا يخفى عليه شان. هو معنا، معنا، لكن عيوننا لا ترى. حضرتك لا تستغرب، لأن جميع ما تبثه التلفازات من صور الآن تملأ الفراغ، تملأ هذا الجو، هذا الجو الذي نحن فيه مليء بالصور من جميع القنوات الفضائية. تأتي أنت بجهاز التلفاز وتحركه على شيء معين، تضعه هنا وتحركه، يأتيك بمحطة معينة بصور وبأناس يتحركون، تلتقطها من الجو. إذن هذا الجو مليء، مليء بالصور ومليء بكل شيء، لكن عيوننا لا ترى. نريد تلفازا، فإذا جاء التلفاز وتحرك يأتي بالصور. إذن نحتاج إلى شيء آخر، وإلا إذن ليس معنى أنك لا ترى شيئا أنه غير موجود. لا لا، أنت لا ترى الآن الصور التي تبث من أمريكا ومن أوروبا ومن كل أنحاء العالم، كل هذه الصور انقل محطات التلفزيون، انقل انقل انقل، ترى كل شيء. طبعا التقطه من الجو، من الجو عن طريق الهواء الذي يحمله، ولكن عيوننا لا ترى. كذلك أنت تتنفس الهواء، فهل ترى الهواء الذي تتنفس به؟ لا ترى. إذن كأن رؤية الله سبحانه وتعالى ستتحقق على هيئة لا نعرفها الآن، ونخالف الشيخ الزمخشري الذي ادعى أن الحديث سترون ربكم يدعي أن معناه ستعرفون ربكم. لا، الرؤية حقيقية كرؤية البدر ليلة التمام، وهذا كلام المعتزلي ساقط بنفسه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك أنت منزه عن أن ترى في الدنيا، تبت إليك. طبعا أي شيء تاب موسى؟ فادعى الشيخ الزمخشري أن موسى تاب عن ذنب، لأنه طلب الرؤية والرؤية لا تجوز، لا تجوز، فارتكب مخالفة فتاب عنها. نقول له لا لا، ده هو نبي، يعني لم يطلب إلا أنه يعلم أنه شيء جائز، ولو لم يعلم موسى أنه جائز ما طلبه، ما طلبه، هو طلب أمرا جائزا، أمرا جائزا. طب لماذا يتوب؟ قال يا سيدي حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني طبعا المقربون أي هفوة أي شيء يحاسبون عليه، وأما الشخص العادي فلا يحاسب على أشياء كثيرة، على أشياء كثيرة، فما يعتبر حسنات بالنسبة لنا يعتبر سيئات بالنسبة للمقربين. المقربون يعتبر هذا سيئة، صليت صلاة معينة وقل تمام أنا صليت، يقول لا هناك صلاة أفضل، أفضل يصليها من هو أفضل منك، فصلاتك هذه لا تجوز مع الصالحين أصحاب الولايات، أصحاب الولايات لا يفعلون ما تفعل. ولذلك تجدنا ونحن نصلي نسرع في الصلاة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك، ونأخذ الفاتحة في نص بعض دقيقة،
بعد دقيقة ننتهي منها ونركع، نركع مجرد ثانية واحدة ونرفع وهكذا، ونقول خلاص أدى الصلاة. لا، هناك صلاة الأبرار، صلاة مرتبة منظمة دقيقة طويلة كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يسجد السجدة الواحدة بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. 50 آية، يعني أنا أقرأ ربعين ورسول الله ساجد، ربعين ما أقرأ ربعين على الأقل نصف ساعة، يأخذ نصف ساعة، أقول الربع يأخذ ربع ساعة لو قرأت بترتيل، بترتيل أقرأ القرآن مرتلا مرتلا، سأخذ على الأقل نصف ساعة. والرسول ساجد سجدة واحدة بس، سجدة واحدة، حتى كانت السيدة عائشة تقف وتظن أنه قد قبض، فتضع يدها على إصبع رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لترى هل في حياة أو لا، فتجد يحرك إصبعه تقول أنه حي، أنه تظن أنه قد مات قبض. فإذا كان حسنات الأبرار سيئات المقربين، سيئات الأعمال التي يعملها الناس العاديون تعد بالنسبة للواصلين تعد سيئة، تعد سيئة ولا يستعملونها، ولا يستعملونها. فنقول إذن موسى طلب التوبة عن هفوة حدثت منه، يعني هو طلب شيئا جائزا ولكن يعني يعتبر نوع من وجد أنه غير محق، غير محق، لأن الله تعالى قال له لن تراني، لن تراني، يعني لن تراني وأنت على هذه الهيئة الدنيوية، لكن حينما تؤهل يوم القيامة ستراني، ستراني. يبقى إذن كأن لما نفسر التوبة يدعي الشيخ الزمخشري أنه قد أذنب، أذنب لأنه طلب الرؤية والرؤية مستحيلة. فنقول لا، ليس كذلك المسألة، أنه يعني بعد أن لم يجبه الله سبحانه وتعالى، إذن كأنها كانت منه غير، كانت غير لائقة، كانت غير لائقة أن يفعلها، أن يفعل هذا الطلب، فتاب عن ذلك، لكنه ليس ذنبا لأنه طلب الأمر الجائز ولم يطلب الأمر المستحيل كما يدعي الشيخ الزمخشري. إذن فلما أفاق قال سبحانك، يعني أنت منزه عن الرؤية في الدنيا، أما في الآخرة فسترى يا رب العزة بكلامك أنت، أنت قلت لرسولك كذا وكلام رسولك حجة، والسنة من القرآن، السنة كالقرآن، كما قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بقى كأن السنة من القرآن يؤخذ بها كما يؤخذ بالقرآن إذا كانت صحيحة، إذا كانت صحيحة. إنكم سترون ربكم، حديث صحيح مروي في الكتب الستة، سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، سليم، سليم جدا. تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني أول المصدقين لك يا ربنا في كل شيء. هو يفسرها الشيخ الزمخشري أول المؤمنين بأن الرؤية مستحيلة، نقول له لا، ليس كذلك. إذن هذا ما ذكره الشيخ، ويعتبر يعني من أشياء ما كان له أن يخوض فيها بهذه الصورة وبهذه الكيفية. أرسلت إليك وأنا أول المؤمنين، أول المؤمنين الرسول سيدنا محمد قال أنا أول المسلمين أيضا، فطبعا لابد للرسول أن يكون أول المؤمنين من قومه، وإلا فلو لم يكن الرسول مؤمنا فكيف يطالب الأمة بالإيمان، يقول لهم آمنوا وهو لا يؤمن؟ لا، هو أول واحد، أول واحد يعترف بالإيمان، وجاء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن كأنه مطالب أن يكون أول واحد، وطبعا لا يمكن أن يكون إلا كذلك، إلا كذلك.
أما قولك أنا أول المؤمنين يعني بأن الرؤيا مستحيلة، هذا كلام خاص بالمعتزلة وليس بأهل السنة. الحقيقة أننا خضنا في هذا الحديث وهو طويل، ونرجو أن يكرمنا الله سبحانه وتعالى. وقصة موسى في القرآن قصة طويلة وتستغرق زمنا طويلا، تستغرق زمنا طويلا، فنحن قد خضنا فيها بالتفصيل، ولا نريد أن نطيل على حضراتكم، فنكتفي بهذا القدر اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.